عبد القادر ليش مشارك في البرنامج انت؟ والله يا طويل العمر السلامه مشاركين عشان نكسب خبره من المشاركه في البرنامج هذا، والشيء الثاني فيه فائده تعود للشخص. طيب هذا طيب مين دوره تدريبيه، ترى هذا برنامج واقع. اكيد انه واقع، وان تكسب تجربه ايا كان. خبره في ايش طيب؟ اول فيها غربه، يعني هذه تعد تجربه. طيب سافر سم سافر ابشر على خشبي بس لا صدق انا خلني اجاوب اتكلم جد ايشيك على طول هجوم يا لا والله يا عبد القادر عبد القادر الشهراني اللي كان ينافس على الجماهيريه والحضور صاحب المقاطع اللي كلمنا في تصريح 5 قال عندي طب ما اقدر اشارك و6 ما صارت له ظروف وحياتك ما قدر وجاء في تصريح 7 انت اكثر واحد اشرح عليه ترتيبك 17 سد فرصتك تقول عندي جمهور وبسوي لا لا حضور في التصويت لا حضور في الاوسكار لا حضور مره ابغى اقول لك حاجه طيب بالنسبة للدراسة أنا أشوف أن أولى من أي شيء ثاني، يوم تقول لي 5 أو 6 أو 7 فأنا أشوف دراسة هي الأولى من أني أشارك في البرنامج. عبد القادر لا عبد القادر لا تستغبي لا تستغبي أنا ما قلت لك أترك دراسة، أنا أقول أنت أنا كنت واحدة أنت كنت مقدم على 5 و6 وحياتك، يعني كنت متابع كل النسخ ذي، أنت صديق عمر الشهري وصديق زياد الشهري وصديق خالد حامد وصديق وصعيد صديق حامد وتعرف كل الشباب اللي مشاركين في النسخ ذي كلها صح؟ وعبد العزيز وصالح القحطاني أنت تعرفهم كلهم ومشارك ومتابعهم وتدعمهم في السوشيال ميديا يا عبد انت فاهم البرنامج من طيب جديد طيب انت من واحد يقول اول مره اشوف البرنامج طيب عطني فرصه خليني بدي لا تقول الدراسه انا ادري الدراسه كويسه الدراسه كويسه وبر الوالدين كويس كله كويس عندك طلوله بس انا جاوبت عنها ما لها دخل اصلا في الموضوع انا بجيك في الموضوع اللي تبغاه ايوه البرنامج هذا كل واحد له خطه او انه له راي في البرنامج هذا انه يبدا قوي ثم ينزل وفي بعضهم يبدا لك تصاعديا لما يصير اخر البرنامج تقصد نفس المحور اسمع انا ما اقصد احد انا اكلمك قبل شوي من اللي يبدا قوي ثم ينزل ما انا ما انا اكلمك كل واحد له خطه طيب وانت ايش حطيت قادر انه يبي يبدا تصاعديا حتى يصير اخر البرنامج اللي هي على قولتهم يعني الزبده بيكون عبد القادر يعني موجود هذا الموت هذا الموت عبد القادر عبد القادر التصاعد حقك 37 يوم تجيب مركز 17 اسمعني اسمعني هذا التصاعد حقك البرنامج 90 يوم احنا يعني خلصنا الثلث والحمد لله انا جالس الحين ادي في الرياليتي بشيء كويس راحت خلاص الكيكه توزعت الكيكه توزعت خلاص كويس عبد القادر يعني عبد القادر يعني بعد شوف جاي بالعافيه ايش يقصد يعني عبد القادر يعني بعد 40 يوم ما شاء الله وصلت مركز 17 خلاص الحمد لله يعني 40 يوم ثانيه توصل مركز 12 بقول لك حاجه اعلاميا انت تفهم في الاعلام في مقوله تقول الخيل الاصيله ما تلحق الا ثاني المدري ايش السيل ما يبطل من كبره طيب اسمعني يا اخي تقاطعني ابغى اقول لك شيء يقول لك الجوده لا تعني كثره المشاهدات هذه مقوله اعلاميه معروفه فانت يعني ما هو كل شيء ترى مشاهدات طيب 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 وش الجوده اللي قدمتها يا عبد القادر خليني وش الجوده وش الجوده علمني عليها طيب اسمعني خلينا في الجوده انت جالس تقاطعني يا ابو شوق لا انت بتنتقل لموضوع ثاني انا لما سالتني عن عدد المشاهدات فاقول لك الجوده لا تعني كثره المشاهدات وش الجوده اللي قدمتها يا عبد القادر اتكلم معك يعني منظور اعلامي اذا انك تبي تكلمني على البرنامج اقول لك كل واحد له خطه عبد القادر سواء يبي يبدا قوي ثم ينزل وش الجوده اللي قدمت طيب وش الجوده اللي قدمتها ان شاء الله بتشوفها مع الايام بشوفها باقي بشوفها باقي قدامنا ما شاء الله تبارك الله باقي بشوفها ان شاء الله بتشوفها الله صباحك بالخير اللي قاهر هاني انت عبد القادر جاي البرنامج نجم جاي نجم جاي من الطراز الثقيل اول ما تكلمنا عن عبد القادر هنا قلنا نلوم جمهور عبد القادر اللي ما تحرك لان عبد القادر قوي ونجم الان يا عبد القادر جمهورك ما له اي ذنب في عدد المقاطع عبد القادر باقي وراك 5 مراكز بعدين شوف موجودين البرنامج لا يعني انت قبل الاخير ب5 اسمع يا شيخ عبد القادر ايوه حبيبي يعني انت من الناس اللي ينطبق عليه جمهوره اقوى منه علي عبد القادر عبد القادر عزيزي كان جمهور اقوم لكن بقول لك حاجه يعني عبد القادر عزيزي اللي عندك حاجه انا مؤمن فيها انه اللاعب لما يدخل الملعب الدقيقه عنده 90 دقيقه ما يحرق نفسه في اول 10 دقائق لا ما له دخل ابدا 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 ما له دخل ابدا طيب ما له دخل عبد القادر ما له دخل لا قدر الله لا قدر عبد القادر كسر جدار وجابوا كاتب خصم 70,000 دخلت برايم مع السلام وين الجوده اللي قدمها لا ان شاء الله انا مؤمن بال كلنا هو يقول بالله وحسن دقيقه البرنامج 90 يوم المباراه 90 دقيقه البرنامج 90 يوم اليوم 38 39 ترتيبك 17 اذا كنت تتكلم كاذا بتجيب من هالمنظور ترى باقي ما خلصنا الشوط الاول يا منصور لسه الشوط الاول اللي فيه 17 جول ما انا دخل عبد القادر معليش عبد القادر الله يمسيك بالخير الله يمسيك بالنور الله يحييك ابى اطلع من خارج الصندوق وبقول لك طيب ماذا تعدنا في الاسابيع القادمه ان شاء الله كل علم غانم والله يا عبد القادر الكلمه دي اسمعها منك من زيد فرصتك كل علم غانم
ما شفنا. لا ان شاء الله بتشوف كل شيء زين. لكن عبد القادر بعدين صعب تقيس مباراه ساعتين ببرنامج 90 يوم. 90 يوم وصلنا لاكثر من ثلث البرنامج وانت ما قدمت شيء. عبد القادر لا جوده ولا عدد. طيب ما في حضور. طيب لا ان شاء الله في حضور وفي كل شيء. انا مؤمن بالشيء اللي عندي. وش الشيء اللي عندك عبد القادر؟ وش الشيء اللي عندك عبد القادر؟ عبد القادر اجابتك قبل شوي ترى ما كانت اجابتك قبل شوي كل علم غانم ما عجبتني يا اخي. ابغى طيب على خشمي بتشوفها عليها طيب. لا اسمع معلش. انت تقول بكلمك بالاعلام اللي انت قبل شوي يعني الدليل حق كذا بستخدمه معك. اسلم انت تقول اعلاميا صح؟ إيه انا قلت لك اعلاميا. اعلاميا كل شيء غانم ما في شيء اعلاميا كذا. في 1 2 3 انا جيتك قبل شوي في المقوله اذا انك انت بتخلي الحوار كله اعلامي ولا الوضع رياليتي وحبي ودي اللي تبغى. احنا نتلون معك ما تتلون. لا البرنامج واقع خلاص خلنا حبي ودي اللي تبغى حاضرين بس. طيب انا طيب لا يعني اقول قبل شوي تقول اعلاميا نسحبها انه يعني اللي قلت لك المقوله يعني انا ما شطحت بك كله. لا اعطيتك حاجه واحده ورجع لك. طيب خلاص يعني ما عرفت. عبد القادر ايوه حبيبي. انت راضي عن نفسك الحمد. طيب المايك. بس انت جالس على المايك عبد القادر شوي واخر المايك. لا المايك بس عشان الفروه. ايوه بس دقيقه. عبد القادر راضي عن نفسك؟ الحمد لله راضي عن نفسي. ممتاز. دامك راضي عن نفسك اعدك ان التقييم الجاي تكون 24 لانه دامك راضي عن نفسك وترتيبك 17 مصيبه وراضي عن نفسك. انا راضي يا اخي. انا لو ترتيبي 17 بحترق ابنغبن. 17 لا الحمد لله 17 يا رجل 17 النجم عبد القادر الشهراني ترتيبه 17. اول شخص شارك في زد فرصتك وزد فرصتك 7 ومتابعينه اكثر من كل الشباب. اول شخص عبد القادر. انا قلت الشخص هذا بيحرق الشباب كلهم يعني بيغطي على الدنيا كلها. تدري للاسف عبد القادر تواجدك فقط للوجود. تدري فقط. عبد القادر مقاطعك لك في انستغرام عبد القادر. تدري مقاطعك في انستغرام اكثر من مقاطعك في البرنامج. اخذ ابو شهر والله يمديك ابو حور. عبد القادر صباح الخير. صباح النور الله يحييك. لاحظ معي ان محروقين اكثر منك. جعلك تسلم. بالعكس هذا من محبتكم واحنا نسمع لكم. بس ان احنا قاعدين نقابل الطرف الاخر قاعد طعمك يستخدم معنا اللغه الدبلوماسيه اللي يستخدمونها كل الناس. عبد القادر هو كل ما في الموضوع ان انت في مجال اعلامي يختلف عن المجالات اللي صحيح. انت تسمع فيها صح. اللي هو مجال برامج الواقع. ابو حور يوم نتكلم عن ابو حور وبن عمرو وبن جليغم والذيابي وبن خير هذول فهموا البرنامج وقاعدين بالفهموا هندسه الجمهور. عارفين الجمهور ايش يبغى فقاعدين يمتعون الجمهور. انت رجل جاهز والمفترض تكون جاهز. الى الان يا عبد القادر الى الان ما انت قاعد تقدم الشيء اللي احنا نتامله منك. تدري عبد القادر ومع ذلك ردت فعلك الان. انا بعطيك الشغله اللي حصلت. كنت بارد معنا دبلوماسي وعدت وعود زي غيرك. الامر الثاني وعودك اللي وعدتها الان لو ما نفذت عبد القادر هذا يعني انك رجل ما عندك لا باذن الله عندك طموح بس ما عندك اراده وعمل. لا ان شاء الله الكوفيش الروم هذا بجيك ان شاء الله بعد 3 أسابيع شهر يوم يومين. أيوة. ان شاء الله ان بتشوف الكلام هذا اللي قلت. طيب صحيح عبد القادر احتمال بعد تجينا في كونفرس روم واحتمال تجينا باتصال من بيتكم. ممكن اتصل معك بالبرايه. نفس عبد القادر اسلم حتى مستوى الحلقه نزل يوم دخلت. والله الحمد لله. اي والله يا عبد القادر انا واثق من نفسي. والله يا عبد القادر عبد القادر احنا في برنامج واقع في زد رصيدك ترى. السؤال هو بس طموحك يشارك في زد رصيدك كان يسجل اسمه بس سجل اسمه يكتب في البايو مشارك متسابق في زد رصيدك بس. شكرا لله. خلاص حصلت مبروك. الحمد لله مبروك. حصلت الرقم 18. ايش؟ اعطونا الرقم 18. اعطونا الرقم 18. لا عادي ما هو مستغرب لكن عبد القادر والله حرام يا عبد القادر. شكرا لك. انا والله زعلت من المداخله هذه اكثر من ترتيبه والله العظيم يعني والله.